في كل لغات العالم بنحتاج ان احنا نتعرف على الوقت او نعرف الساعة كام دلوقتي. تعالوا النهاردة نتعرف مع بعض ازاي نقدر نقول الوقت بالامريكان واي. So let's get started. اول حاجة لازم نتعرف عليها في معرفة الوقت هو ازاي احنا نسأل عن الوقت. في ثلاث اسئلة نقدر بنسأل بيها عن الوقت. اول سؤال What time is it? What time is it? Or can you give the time? Can you give the time? Or do you have the time? Do you have the time? وبالطريقة دي التلات أسئلة معناهم ان انتوا بتسألوا الساعة كام. بعد كده في حاجة مهمة جدا لازم نفرق ما بينها الـ AM والـ PM. هي الـ AM تعتبر بنقول عليها في أي وقت أو من الساعة كام للساعة كام، والـ PM بنقولها إمتى. الـ AM هي between الـ midnight والنون، يعني من بعد الساعة 12 بالليل لحد الساعة 12 الظهر إحنا بنقول على الفترة دي AM يعني صباحاً. أما الـ PM هي ما بين الظهر لحد نص الليل، فالوقت ده بنقول عليه بالليل اللي هو PM. في طريقتين ان احنا نقول انها 12 الظهر او انها 12 بالليل. لكل واحدة فيهم ولكل توقيت فيهم ليه كلمتين نقدر نستعملهم في الانجليش. ممكن اقول على 12 الظهر حاجتين It's 12 p.m. او It's noon. و 12 نص الليل نقدر نقول عليها It's 12 a.m. or It's midnight. It's midnight. بعد ما تعرفنا على الفرق بين الـ PM والـ AM تعالوا نتعرف ازاي نقدر نقول الارقام بالامريكان واي. عندي لو انا عندي الساعة 5 مثلا هقدر اقول عليها It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. بعد كده عندي من 5 ودقيقة ل 5 و9 دقايق بنقول عليها ايه؟ It's 5:01. It's 5:01. الزيرو اللي في النص دي مش بيقولوها زيرو، لا هما بيقولوا عليها O. فعندي من 5 ودقيقة لخمسة وتسع دقايق بيقولوا عليها It's 5:00 وعدد الدقايق اللي عندي. طب لو احنا دخلنا على أرقام أكبر من كده 5:10، 5:15، 5:16 دقيقة مثلا أقدر أقول عليهم إيه؟ هقول الرقم اللي هي الساعة وبعد كده هقول المينت بطريقة عادية جدا زي It's 5:10، It's 5:59، It's 5:50، It's 5:15 وهكذا، بس بقول عدد المينتس. That's it for today you guys. Thank you very much for watching. يا رب تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة. Thank you very much. Bye bye.